ازاي، لان احنا في حاجات بنعملها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبقى محتاجه بقى صينيه كبيره، او محتاجه ان انا مثلا ايه احطها في على مراحل، فتجيب صينيه زي كده المونيا او استانلس على النار، طبعا المونيا يبقى افضل. نجيب معلقه من السمنه، معلقه سمنه روابي، اسيحها كده ماشي. هجيب اي حاجه صغننه اعمل فيها شويه ملح وفلفل، اعمل تتبيله على بعضها كده، ملح وفلفل، واقلبهم مع بعض كده. هجيب بقى المفتيك الصينيه ده اوريك هنعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه خالص. في كتير يقولوا لا المفتيك معانا بيبدا ان هو ينشف او يبدا ينطر الطبقه اللي عليه، بعدين انا اقول لكم ازاي هنخزنه، بس لو مش ضامن او مش حابب يعمله يعمل معانا صينيه المفتيك دي. بص شرايح رفيعه خالص كده، ابدا بسم الله الرحمن الرحيم، اوطي النار بس شويه، ارصها كده بسم الله. بس احرك سمنه جواها كده وابدا ارش عليها ايه ملح وفلفل كده ماشي كده. واسويها على الناحيتين بالطريقه دي، خليها حبه كده على الناحيه دي. هوريك بقى عندي كميه بقى في العيد بقى، وبعمله كميه كبيره شويه غير اللي بعملها في الايام العاديه، فاعملها ازاي بقى يا ترى؟ اوريك دلوقتي ايه اللي هيحصل في اللحمه دي، تبدا ان هي تكش معاكي، ونبدا نقلبها على الناحيتين ونرص على الجنب لغايه ما نخلص كل الكميه ماشي. استنى بس عليها شويه، اقلب كده كده، هتلاقيها هي بتوسع مع نفسها كده ماشي. واروح راصه كمان حته، كل ما توسع انا ايه احط لها، واحط على الناحيه كمان الثانيه ايه ملح وفلفل بس، واحط على الجديده دي على وشها الناحيه دي ايه ملح وفلفل تمام كده. وانا معاها افضل اقلب فيها كده لغايه ما اعمل كل الكميه اللي انا عايزاها. بص بتوسع ازاي، بتوسع، فانا شويه كده انزل كمان، والملح والفلفل جنبي على طول، ابدا انزل. شوفوا مقاديرها سهله خالص، مفيش اي حاجه غير ان انا احط لها ايه حته تومه في الاخر خالص، انما كل تسويتها بملح والفلفل بس كده. انا ممكن حتى كبيره ما يجراش حاجه كده، وشويه ملح وفلفل، ومعاها بالطريقه دي ماشي اهي كده. وتاخر فيها بصوا بتبقى بتكش ازاي. كمان معانا رحاب. الو، اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا رحاب؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. طيبه. ممكن حضرتك عمل البيتزا بتقعد قد ايه عقبال ما تخمر؟ البيتزا؟ نص ساعة مش أكتر يعني، في مكان دافي. ماشي. قد الكرواسون هتعمليه قبل نجلاء؟ الإيه؟ كرواسون. ماله؟ هتعمليه؟ أنا عايزة أشوف طريقته بس. حاضر عيني، أنا عملته قبل كده، أنا ممكن بس عايز أشوف الطريقة. حاضر، مش هطلعه لك على الشاشة، إنما إن شاء الله هعمله تاني قريب، مفيش أي مشكلة. إن شاء الله. قالب كده. وابدا اللي ما حطيتلهمش من ظهرهم ملح وفلفل، ابقى انا بقى حافظه كده ومخليه بالي، طبعا الفلفل الاسود بيبان على طول، احط لها ملح وفلفل خلاص كده. بص بقى كده كل شويه اتاخر. طب انا عندي حته هنا ابدا ايه بقى لها كتير، ابدا احطها فوق اختها كده، وافضي مكان هنا، واروح حاطه لحمه تانية ماشي كده اهو.
كل شويه نفضي حته، واللي احس ان هي استوت على الناحيتين اركنها فوق اختها. وبصوا انا ركنت دي اتنين فوق بعض، اجيبهم كده واقلبها كده، الاتنين دول قعدوا فوق بعض شويه اقلبهم كده، كل شويه ابقى مصحصحه كده للصينيه، واخلي بالي ايه اللي اتحط وايه اللي ما اتحطش، اللي اتقلب واللي ما اتقلبتش. اتنين فوق بعض، ما اركنش حاجه على جنب والاقيها ان هي ايه لزقت مني، او واحده اتحرقت وواحده نيه فوقيها، لا ابدا ان انا اقلب كده بالشكل ده اهو. بصوا كده، وتفضي مكان كده، حط تاني كده، واحط ملح وفلفل بنفس الطريقه دي، اكملها كلها لغايه ما تتملي، ونبدا ان انا اغطي عليها وكل وازود ميه شويه شويه لغايه ما تستوي. بس كل شويه اعري عليها، لا شكشكت خالص اروح مديها شويه ميه واقفل تاني، شكشكت تاني شويه ميه واقفل، لغايه ما الاقي البفتيك استوى خلاص اسيبه ينشف حلو قوي. وفي الاخر انا هوريك هعمل ايه فيها ان شاء الله. طب دلوقتي اسيب فاصل صغير، بنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل وواصل. على قد الايد. ورجعنا من فاصل، ودلوقتي بصوا اللحمه استوت خالص اهي، بس كنت سايباها ايه لغايه ما تيجوا اوريكم هعمل فيها ايه. استوت خالص وحمرتها على الناحيتين بشكل، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. تمام كده اهي، تمام كده. ابدا اجيب بس ايه، وقت انا مش هترمت اجيب غيرها عشان هحط الثوم واروح مقلبه واسيب اللحمه تاخد ايه ريحه الثوم بقى. الثوم في النص كده واقلبه كده، وابدا اقلبه مع كل اللحمه، تدي ريحه حلوه جدا بقى معلقه التوم اللي انا حطيتها دي كده. تمام كده، هي معلقه التوم حلوه ما تكتريش برضو، المعقول حلو خلاص. وابدا بقى ان انا ايه اغطيها بورقة الالومنيوم عشان التوم ياخد اللحمه تاخد ريحه التوم كلها كده، واشيلها على جنب خلاص. بعد بين كل واحده وواحده خلي بالك.